دقائق بس دقائق بجي اتفاهم معك. خليك بس دقائق. يا سلوك يا صد. دخل جوا. لا لا ادخل جوا تقول كلكم على لا. والله انت تدخل طرقين عن خشمك والله. سملك. دخل جوا. جوا. خوف ان بدت تعبان. يا خوفي يا علي. لا لا. خلي البث نمد. لا ادرك خلي البث نمد ها. تعال. ادخل جوا جوا جوا. جوا. قل لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. يا واد ادخل جوا. ها؟ ادخل جوا. وين البث خلي نمد؟ الك. من يمسك البث؟ الك 94. لا يا حبيبي لا. تفرج. انا ابقى ل 100 يوم يا حبيبي. ورا ما تفتح لي المجال. ورا ما تفتح لي المجال. ادخل جوا ادخل جوا. ادخل جوا. ابقى ل 100 يوم. الك 94 يوم تنافل فريق. ل 100 يوم. ادخل جوا. جمهوري يريد يعيش الشاشة. جمهور الملهمين شبع منك جمهور الملهمين يريدون الشاشة. الحين الساحة احنا حنا الساحة احنا حنا خلاص الك 94 يوم. اطرد اطرد تعال خايف لا تخاف سامحت خلني بنسم والله تعبت تعال نقدم تعال ها وصلوا هل ننسم هذا من مرحبا بالضيوف الكرام حياكم الله خذها قصد اصبروا اصبروا خلينا ننسم لياقة ما في لياقة يا مرحبا ومسهلا نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني متسابقين أخواتي ضيوفنا الكرام أخواتي مشاهدات ومشاهدين المشاهدين والمشاهدات خلي الشاشات نحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسي عليكم بكل خير وإن شاء الله مع فقرة جديدة خذها تقصيد أو خذها اقصاد خذها مدح خذها مدح ما عندنا غير المدح لنا نحيي ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بالضيف الكبير والأنيق والشاعر الكبير هزاع بن معوض العصيمي يا مرحبا ومسهلا الله يطول عمرك والله يبديك الله يطول عمرك سعدت اني اكون معك اليوم اخوي علي في فقره خذها مدح لاني ناوي امدح المتسابقين واحد واحد يستاهلون والله ما عندي لما تاخذها تزعل وان شاء الله ما تزعل ترضى واطلبك طلبه سام طال عمرك تمدح مشاهدين والطاقم والمقدمين وجروبات الدعم وكل من دعم قناه الواقع بيض الله وجيههم وانك لا تنسى جروب دعمي الملهمين بيض الله وجيههم يستاهلون الملهمين علي لأن أوفيهم حقهم سواء انا سميتهم اكثر من اسم ملهمين محاسم اهل العطاء انا ابو ساقم اسمعني ابو معوه سميتهم الملهمين خلنا ننسى المحازم اهل العطاء اهل الوفاء الكرماء لأن أوفيهم حقهم مهما قلت من الاسماء مهما تشعبت مهما يعني ما اقدر اوصفهم والله تعجز اللسان انا اشهد وتجف الاقلام وتصفط الصحف او الكتب فاشكركم شكر شكر خاص لا يعلمه الا فاطر السماوات والارض كل من دعم علي كل من وقف جنب علي وشكرا لقلوب دعم علي الملهمين بيض الله وجيهكم جمال الله حالكم ونترككم مع ضيفنا الكريم هزاع مشاهدينا الكرام اسمحوا لي ناسم انا اكمل كم اسم اسم الملهمين تعال ابو صقر ما عاد امشي ابو صقر نتحرك حنا تعال كلهم الملهمين تعال انت ما الملهمين ما غديت
والله اكم اهل الوها. خليه يستلمهم، خليه يستلمهم. انك اهل الوها. عطهم مايك. يا مرحبا، نرحب بالضيف الجديد عبد العزيز بن صقر. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله، شرفت. الشرف لنا طبعا. ونورت المكان طال عمرك. طبعا فقرتنا، عارف ايش ولا لا؟ فقرة المدح. خذها مدح. تمدح وياك، تمدح جمهورك، تمدح مشاهديك. ما عندنا سب اليوم. يا مرحبا الضيف الجديد فارس الحلبي. طبعا عندنا فقرة والمجال عند اخوي عبد العزيز، بس بنرحب بك. يا مرحبا ومسهلا، وطأتم اهلا وحللتم سهلا. مرحبا، انتم ان لم تكونوا في اللوكيشن انتم في قلوبنا. لهالدرجه تتعبك الاسئله؟ لا انا كنت اسعى. عادي. فمرحبا ومسهلا، الله يحييكم. طبعا فقرتنا فقره مدح، لك التعبير او المجال انك تمدح اخوانك المتسابقين، الاداره، طاقم الاعداد، المقدمين، الجمهور، المشاهدين، لك ما لا نهاية. يعني انا اول شيء طال عمرك اشكر الدين وداعمين فارس وكل من دعمني. يستاهلون، يستاهلون مدح. وكل من حبني طال عمرك، وكل من تعب في التاج عندي. وكذلك اليوم شفت التصويت بيض الله وجهه، بيض الله وجهه. تستاهل ما دام وراي محبين وراي كذا، فلا خوف على فارس. يا سلام. سمعت. وأما أخوياي فشهدت فيهم مجروحة، مهما سلام. مدحتهم سلام. ما وفيتهم حقهم. وكذلك الإدارة على رأسهم أخوي عبد الرحمن الكليب، تعب شديد لدرجة أحيانا ينهك. وكنت أقول له بيني وبينه، كنت أقول يا عبد الرحمن لازم تأخذ بريك تريح نفسك، لأن الرجل صراحة مجهد جدا وكلنا مجهدين. أنا يا فارس أقسم بالله تعب ممكن أنتم لاحظتوه، يعني إلى قبل أمس جاني هبوط وغمى علي هناك. سلام الله ياك مثل عباس. كله طال عمرك من قل النوم، يعني كم إحنا 95 يوم ما أنام إلا 3 ساعات وساعتين وأربع ساعات، وانبدر مني قصور. يا محبين وداعمين فارس أو من يحب يشوفني على الشاشة، الكلام موجه لكم، فسامحوني والعذر والسموحة. واليوم والله ما جيت مقادير إلا من التعب، يعني ما نمت إلا 10:30 إلى 11 وقمت ثنتين. لكم أن تتخيلون، وأنا أعتذر عن أي قصور سببه فارس. وسبب تأخيرك أوضح له. سبب تأخيري طال عمرك كانت عندنا تغطية، بتشوفونها إن شاء الله الأيام القادمة. والشغلة الثانية، يوم جيت أرقد كانوا في عمال يشتغلون، كسروا جنبنا طال عمرك، وطا طا 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 طا، فكيف أنام؟ الله يعطيك العافية. كيف أنام؟ علمني. يعطيك العافية أخوي فارس. الله يسلمك. نرحب بالضيف الجديد والذي تركنا بالقرية وما زال في قلوبنا ورجع لنا، الشيخ أبو شعوان. يا مرحبا وسهلا، حياك الله بين إخوانك في مكانك الذي يعني طلعوك إعلاميا وطلعونا كلنا إعلاميا، حياك وبياك. طبعا فقرتنا طال عمرك فقرة المدح، تمدح خوياك، الإدارة، الطاقم كامل، على رأسهم الأستاذ وصاحب القناة الأستاذ إبراهيم الحسين أبو صالح، وكذلك ما ننسى ابنه صالح، ومشاهدي الكرام، جمهورك، من دعمك. متروك المجال لك طال عمرك. أول شيء أحب أمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين والمتابعين. وانت تقول تمدحهم، اول شيء زمانهم ما دحهم، انا ما ابغى اللي ما امدحهم، زمانهم وفعلهم يمدحهم. اول شيء احب اشكر الله سبحانه وتعالى على ان اكرمني بمعرفه الرجال، شرواكم اخواني وتاج على الراس. واحب اشكر صاحب القناه ابو صالح واخوانه والعاملين على هذه القناه والمذيعين والمقدمين. وأحب أشكر جروب دعمي وجروب دعم الشباب، كل واحد من 24 متسابق نقول بيض الله وجيكم، كفيتوا ووفيتوا وقدمتوا الشيء الكثير اللي أسأل الله العلي العظيم فلا يسأل إلا به. إن الله يجزاكم خير، وإن الله يعطيكم على قد تعبكم، أفنيتوا وقتكم وفرغتوا أنفسكم ودعمتونا بالمال والحال، وحتى اللي ما دعمنا لا بمال ولا شيء، دعمنا بوقته الثمين الغالي اللي قاعد يتابعنا من وراء الشاشات ويدعينا في ظهر الغيب، ويمكن بعضهم والأكثر ما قدر يوصل صوته، أما الكبر السن أو العدم المعرفة أو للانشغال من أمور الدنيا سواء في أعمال أو، ولكن يتابعونا ويدعونا. ونشكر أمهاتنا وأمهاتكم، ونشكر آباءكم، ونسأل الله العلي العظيم أن الله يغفر لمن مات، وأن الله يرزقنا برهم أحيا وأموات. ونشكر وأشكر أهلي في هذا المكان وجروب الدعم
وكل من صوت البندر وكل من وقف مع بندر صراحة أخواني كفوا وفوا ويقولون وش اللي كسبته أو إيش اللي تسابق عليه. والله العظيم فلا يدعى ولا يسأل إلا بوجه الله سبحانه وتعالى، ولاني مجبور أحلف إن الجائزة الحقيقية من هذا البرنامج هي روسكم وعيدها من أول البرنامج وآخر الدنيا حتى تفنى الدنيا وما عليها. إن المكسب الوحيد أنا يا بندر عن نفسي والله إنه روسكم، أما أمور الدنيا فملحوق عليها، لكن كل رجال فيكم والله إني استفدت منه، والله إني استفدت من خبراته، من نصائحه، من سواء على البث ولا خارج البث، من البث أنتوا صراحة إنكم خير من يمثل الخوة، وخير من يجبر العظم الكسير، وخير من يعني عشنا والله وقت ما هو بسيط، عشنا وقت أكلنا سوا وشربنا سوا ونصلي في مكان واحد ونجلس تحت سقف واحد، وكان يمكن ضغوطات الوقت والبرنامج وسياسة البرنامج إنه يمكن صار بعض الأمور اللي هي تصير بين الأخوان في البيت، أما عتب ولا وقفة خاطر بيني أنا مثلا أنا وفارس أو علي أو أي واحد، وسبحان الله نقوم من المكان وقلوبنا أبيض من الشاشة. بس الله العلي العظيم إن الله مثل ما جمعنا في هذا المكان إن الله يجمعنا في دار كرامته. وأنا من هذا المكان أحب أشكرك يا علي وفارس وجروب دعمكم والشباب كلهم باسمه، ونقول أبشروا بالسعد. أنا يا بندر بن علي أبو شعوان أنا لكم ذا اليوم ودوم في مشاريعكم في الشيء اللي قد تكلموا فيه، وأنا بعيد وأكرر إن كل شيء تكلمنا فيه بإذن واحد أحد إني معكم دائم هنا وخارج البرنامج، حتى المشاهدين والمتابعين يبشرون بالسعد، وأنا ماني إلا في عجب عينكم بإذن الله. الله يطول عمرك. تشرفنا والله فيك أخوي بندر شعوان. الله يطول عمرك. أخوي فارس بن مبارك صراحة خير من بثني في فقرتي، والله يبيض وجهكم على وجهك أبيض. الله يطول عمرك. قبل الدعوة طبعا فقرة كانت سريعة، فبيض الله وجهكم مثل سرعة أنفاسك. نبيك مثل سرعة أنفاسك. الله يطول عمرك. أنا كنت أركب قبل شوي طال عمرك، وقبل لا ختم حاب أشكر أبوي الله يطول عمرك عمركم الطول إن شاء الله على طاعته مشعل بن سحني الشمراني ونعم عليكم زود. حاب أشكر الوالدة العظيمة الله يطول عمرها التي أعطتني الثقة وأعطوني الثقة خلوني أقدم على البرنامج، وأشكر إخواني وخواتي إخواني تركي بن مشعل الشمراني عليكم زود مبارك بن مشعل الشمراني الله ونعم وعيال عمي وقبيلتي وربعي عليكم زود الفزع شمران ونعم وشمران عامة عليكم زود والفزع خاصة شكر خاص ولن أوفيكم حقكم. وحاب أشكر جروب دعم علي الشمراني الملهمين، وأنا قبل شوي ونعم عليكم زود يستاهلون، أنا قبل شوي مدحتهم وهم يستاهلون المدح يستاهلون والله. وأكرر مرحبا بمسألة وأكرر الثناء عليهم لأنهم هم من أوصلوا علي إلى هذا المكان. الملهمين أنا سميتهم كذا اسم، وهم والله يعني مهما كثرت الاسماء مهما لنا وفيهم حقهم يستاهلون. سميتهم وانت تستاهل والله يستاهل الطيب. سميتهم المحازم محازم علي الشمراني والله. سميتهم الملهمين استهلون. وهم الالهام اطلقوا علي واطلقت عليهم على الملهمين، لان الالهام معناه صاحب العطاء او صاحب الكرم الاخلاق الحميده الصفات الحسنه يستاهلون. فانا اطلقت عليهم تستاهلون الطيب، اطلقت عليهم هذا المسمى لانهم يستاهلونه، ولا به قصور في كربات دعمكم ولا فيكم طاعة أعماركم. وأشكر كل من دعم علي سواء بالحال بالمال بالكلمة بالمعنويات الكلمة الطيبة، وأشكر يعني جمهور قناة الواقع الذين أظهرونا في الصورة الحسنة. فبيض الله يجيكم على كل حال، جمر الله حالكم، فإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك وما قصرت وجيكم بيض وبيض الله وجيكم أنتم. أي والله مدام بقيكم يحشون معكم مدام ربيع حرب يطير حورات يا الوداع عشت وتزيد هلا بالشباب من ايدك هلا بالشباب من ايدك ابوس ايدك الله شميها ايدك جعل والله عمرك طويل يا هزاع انت وعزوز والشباب كلهم ومازن